من المقرر فتح مطار غرب سيدني ناسي بيرد وولتون الدولي في أواخر 2026، وسيجلب هذا المطار فرصا جديدة ومشوقة للمنطقة. لقد تم إعداد ممرات جوية تمهيدية للمطار الجديد، وسوف تطلب الحكومة الأسترالية تعليقات أبناء المجتمع على هذه الممرات الجوية خلال عرض مسودة بيان التأثير البيئي للجمهور. عند إعداد الممرات الجوية يسترشد فريق التصميم بمجموعة من العوامل. من العوامل المهمة مطارات سيدني الأخرى والمجال الجوي للمنطقة المحيطة، ويغطي المجال الجوي لمنطقة سيدني الكبرى المنطقة الواقعة بين ساذرلاند وبارغو في الجهة الجنوبية، وسنترال كوست في الجهة الشمالية، وماونت فيكتوريا في الجهة الغربية. والمجال الجوي فوق منطقة سيدني الكبرى هو الأكثر ازدحاما في أستراليا، وتعمل عدة مطارات في المنطقة ولها ممرات جوية وأجراءات متفاوتة، وهي تشمل مطار سيدني كينغسفورد سميث ومطار كامدن ومطار بانكستاون. كذلك تحدد خدمات الطوارئ والمجال الجوي المحظور حول المواقع العسكرية كقاعدة سلاح جو الملك الأسترالي في ريتشموند وقاعدة الجيش في هوزوردي ومؤسسة الدفاع في أورشارد هيلز. تحدد الأماكن التي يمكن للطائرات أن تسافر أو لا تسافر فوقها. كذلك يجب أخذ المناطق الحساسة بيئيا بالاعتبار عند تخطيط الممرات الجوية كمنطقة بلو ماونتز المصنفة من التراث العالمي في الجهة الغربية. لكن بالرغم من تعقيد مجال سيدني الجوي، وجد بيان التأثير البيئي لمطار WSI لعام 2016 أن هناك قدرة كافية لشمل ممرات جوية جديدة لمطار WSI بأمان في هذا المجال الجوي المزدحم. ولاحقا من هذه السنة سوف تتمكنون من تقديم تعليقاتكم على الممرات الجوية التمهيدية خلال عملية إعداد مسودة بيان التأثير البيئي. سوف تساعد تعليقاتكم على تنقيح الممرات الجوية في التصاميم المفصلة. للمزيد من المعلومات يوجد تفقد WSIflightpath.gov.au.